أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 30,878 شهيدا و 72,402 مصاب منذ 7 من شهر أكتوبر. وأوضحت السلطات أن الاحتلال ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 78 شهيدا و 104 مصابين خلال 24 ساعة الماضية، مضيفا أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، والذي يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.